طيب، فإذا حكينا في الدرس الماضي عن سرعة الأمواج على وتر، سرعة انتقال الأمواج على وتر، وقلنا أنه سرعة انتقال الموجة تتعلق فقط بخصائص الوسط، تتعلق فقط بخصائص الوسط، والعلاقة اللي لقيناها هي V يساوي تحت الجذر T على ميو، حيث T هي قوة توتر الحبل أو الوتر، قوة توتر الحبل أو الوتر. فإذا السرعة تتناسب طردا طبعا تحت الجذر مع قوة التوتر، فكل ما كان الوتر مشدود بشكل أكبر كل ما كانت الموجة أسرع. وعكسا تحت الجذر مع الكتلة الخطية، وقلنا أنه الكتلة الخطية هي كتلة واحدة الطول، يعني بناخذ واحد متر، ناخذ واحد متر من الوتر، فالكتلة تبع هذا الواحد متر هي الكتلة الخطية، نسميها الكتلة الخطية، طبعا تنتج عن تقسيم الكتلة على طول الوتر. طيب، فهلا بناخذ مثال. طيب، example 16.3. The speed of a pulse on a cord. سرعة النبضة على حبل. طيب، قول في المثال: A uniform string has a mass of 0.300 kilogram. إذن وتر متجانس نظامي، يعني نفس السخانة، uniform string has a mass of 0.300 kilogram، 3 بالعشرة كيلوغرام، and a length of 6 meters، وطول 6 متر، كما في الشكل figure 16.12، كما في الشكل 16.12. طيب، the string passes over a pulley and supports a 2 kilogram object. The string passes over a pulley. يمر الوتر من فوق بكرة and supports 2 kilogram object. تمام؟ وماسك 2 كيلوغرام، جسم كتلته 2 كيلوغرام. Find the speed of a pulse traveling along this string. أوجد سرعة نبضة تنتقل عبر هذا الوتر. طيب، طبعا احنا العلاقة اللي عندنا ان الفي تساوي تحت الجذر، نستمر لانه انفصل عندي انا. طيب، فإذا a uniform string has a mass of 0.300 kilogram and a length of 6 meters. نرجع من عيد لأنه فصل، ما بعرف إذا كان تسجل ولا لا. إذن وتر متجانس كتلته 0.300 كيلوغرام وطول 6 متر. The string passes over a pulley and supports 2 kilogram object. فإذا يمر الوتر من فوق بكرة ويحمل جسم كتلته 2 كيلوغرام. Find the speed of a pulse traveling along this string. أوجد سرعة نبضة تنتقل عبر هذا الوتر. طيب، فهلا نحن عندنا هي العلاقة، V تساوي تحت الجذر T على ميو، تساوي تحت الجذر T على ميو، حيث T هي قوة توتر الحبل والميو هي الكتلة الخطية، طيب، بالنسبة لل T موجودة من قانون نيوتن، طبعا عندي هاي الكتلة متوازنة، فهي في حال توازن، بالتالي نطبق قانون نيوتن الأول. التوتر هون على هذا الجزء من الحبل، قوة التوتر هي نفسها قوة التوتر هون. نحن حكينا في الميكانيك واحد بأنه البكرة هي تغير اتجاه القوة فقط، بالتالي القوة هون هي نفس القوة هون. طيب، القوة هون شو بدنا نوجدها؟ إذا كان أخذنا هذا الأوبجيكت، فطبعا تؤثر فيه قوتين، قوة ثقله للأسفل اللي هي ام في جي بلوك، وقوة توتر الخيط، شد الخيط له للأعلى اللي هي تي، ومجموع هاتين القوتين يساوي صفر، بالتالي تي إذا أخذنا طبعا المحور لفوق، فبصير عندي تي ناقص ام بلوك، يعني 2 كيلوغرام في جي يساوي صفر، بالتالي تي تساوي ام في جي، طيب، بالنسبة للميو
إذا صار عندنا في يساوي تحت الجذر تي على ميو. الميو الميو طبعا هي إشي الكتلة على الطول من هون من طالع. هاي الكتلة كتلة الحبل على طوله. كتلة الحبل على طوله. طبعا هون حاطين نحن بشكل مباشر حاطين M في G. حاطين T يساوي M في G. شايفين؟ والميو هي M على L. ال L بتطلع لفوق. ال L بتطلع لفوق. شايفين؟ فتصير عندنا M بلوك على M string. طبعا M بلوك في G في L على M string. طيب ويساوي 2 كيلوغرام طبعا. طب 9.80 متر على ثانية مربع ضرب 6 متر على 0.300 كيلوغرام ويساوي 19.8 متر على الثانية. 19.8 متر على الثانية حوالي يعني حوالي 20 متر لكل ثانية. تنتقل إذا النبضة 20 متر خلال ثانية واحدة. حوالي 20 متر خلال ثانية واحدة. طيب طبعا هون عم يعطينا finalize بيكون هون في النهاية ملاحظة. The calculation of the tension neglects the small mass of the string. فبقولكم حساب التوتر هون يهمل بنهمل فيه كتلة الوتر الصغيرة. يعني هون أنا عندي هون حقيقة القوة المؤثرة في الوتر هاد ليست فقط هاي الكتلة هي 2 كيلوغرام وإنما أيضا هاي هذا الجزء من الوتر أيضا أبشد الوتر للأسفل ففي عندنا كتلة إضافية وهون عندنا حتى الوتر هون في هذا الجزء كمان له كتلة طبعا واقعيا له كتلة بالتالي بشد الوتر للأسفل وبصير في عندنا انحناء للوتر وإن كان الانحناء طفيف جدا فبيعطيكم هاي الملاحظة إنه the calculation of the tension neglects the small mass of the string فإذا حساب قوة التوتر بيهمل كتلة الوتر الصغيرة. Strictly speaking إذا هون بنقول بي يعني شدد أو بنقول بي the string can never be exactly straight فلا يمكن أن يكون الوتر مستقيم بالضبط. Therefore the tension is not uniform بالتالي لا تكون قوة التوتر منتظمة هاي طبعا في الحالة الواقعية هاي تنبيه للحالة الواقعية مثلا في حالة الجسور على سبيل المثال يعني هاي ملاحظة ليش؟ انه لو جينا مثلا بدنا نحسب اذا كان في الجسور المعلقه مثلا لها اوتار مزوده باوتار اذا كان في وتر فهي العلاقه لا تنطبق تماما هذيك لانه ليش هنيك في كتله كبيره للوتر بالتالي لا تكون قوه التوتر متجانسه بالتالي اذا كان في عندي انا جسر مثلا طويل الحبل بتدل طبعا من الوسط اكثر من الاطراف فممكن تتغير قوه قوة التوتر فلا تنتقل النبضات فيه بنفس السرعة على طول الحبل. طيب أي سؤال؟ أي سؤال يا جماعة؟ لا أستاذ واضح تمام. طيب هلا نروح لفقرة جديدة Reflection and Transmission الانعكاس والانتقال طبعا حكينا نحن في بداية الفصل هاد انه عن نموذج تحليلي او بعد نهاية الفصل يعني يمكن بالفقرة الثانية حكينا عن نموذج تحليلي انه اعتبرنا الموجة كنموذج تحليلي وقلنا اخذنا الحالة المثالية انه الموجة لا منتهية الطول اذا لا منتهية الطول الموجة طيب طبعا ما في موجة لا تنتهي في الطول وإنما دائما في نهاية للموجة طيب فهلا هون نحكي على كيفية تفاعل الموجة مع النهاية طبعا نحكي للويفز اون سترينج الأمواج على الأوتار طيب شايفين هون الشكل عندي على اليسار إذا في عندي أنا incident pulse إذا نبضة واردة عندي نبضة واردة وفي عندي هون نهاية طيب مشت النبضة على السترينج وصلت للنهاية فهون بالنهاية شوفوا ايش بيصير في النبضة طبعا بتوصل لهون للنهاية وتنعكس طبعا هون
في هاي الحالة عندي النهاية مقيدة، عندي النهاية هون fixed ثابتة مقيدة. شايفين في عندي the reflection of a traveling pulse at the fixed end of a stretched string. فإذا انعكاس نبضة منتقلة على نهاية مقيدة، على نهاية مقيدة ثابتة يعني لوتر مشدود، لوتر مشدود. طبعا قالكم هون the reflected pulse is inverted، هاي الكلمة لازم تعرفوها inverted، هاي بدها تعدي معنا كثير. The reflected pulse is inverted، النبضة المنعكسة مقلوبة، النبضة المنعكسة مقلوبة، inverted مقلوبة. But its shape is otherwise unchanged، ولكن شكله يبقى غير متغير، شكله يبقى غير متغير. طيب هاي حالة من الحالات، هاي حالة من الحالات. الحالة الأخرى هون في عندي النبضة، شوفي عندي النهاية حرة، عندي هون free end، شايفين عندي نهاية حرة، شايفين؟ فعلى free end فبتجي النبضة وبترجع ولكن بنفس الاتجاه بدون ما يكون في انقلاب. فعندنا the reflection of traveling pulse at the free end of a stretched string. The reflected pulse is not inverted. في هذه المرة is not inverted يعني غير مخلوبة، غير مخلوبة، بتحافظ على نفس، على نفس الجهة. طيب على نفس الجهة. طيب إذا في الحالة الأولى عندنا ال pulse inverted، شايفين؟ Note that the reflected pulse is inverted. هاي طبعا عم نحكي عن الحالة الأولى. طبعا والانعكاس هو الريفليكشن، الانعكاس هو الريفليكشن، كمان هي من الكلمات المفتاحيه اللي راح تعدي معنا كثير، راح تعدي معنا كثير. طيب الريفليكشن ايش بصير عندنا؟ ذات از ذا بالس موفز باك، شايفين؟ ترجع بتتحرك البالس النبضه الى الخلف along the string in the opposite direction، شايفين؟ على طول الوتر بالاتجاه المخالف، يعني بتجي هيك بتنعكس بترجع، بترجع. فهذا هو الرفليكشن، هذا هو الرفليكشن. اما الانفيرشن فهي بتنقلب لتحت او ما بتنقلب، هي الانفيرشن. طيب فهلا فسرنا ليش راح تنقلب النبضه لما بتكون النهايه ثابته، لما بتكون النهايه ثابته. السبب هنا قلنا when the pulse reaches the fixed end of the string، يعني لما تصل النبضه الى النهايه الثابته للوتر، the string produces an upward force on the support. فالstring هذا ينشئ قوة على هذه النهاية، على هذه النهاية باتجاه الأعلى. يعني عم بحاول string يشد هاي النهاية باتجاه الأعلى، عم بحاول يشدها لهذه النهاية باتجاه الأعلى، لكن هاي النهاية طبعا ثابتة، هاي النهاية ثابتة. بالتالي هون by Newton's third law، حسب قانون نيوتن الثالث، the support must exert an equal magnitude and opposite directed downward reaction force on the string. حسب قانون نيوتن الثالث، فإنه هاي النهاية الثابتة، هاي النهاية الثابتة المربوط فيها الوتر، فحسب قانون نيوتن الثالث ترد بقوة شو؟ معاكسة في الاتجاه ومساوية بالقيمة، مساوية بالقيمة، بالتالي بترد بقوة باتجاه الأسفل، بترد على الحبل بقوة باتجاه الأسفل، بالتالي شو؟ بتخلي الحبل يتحرك باتجاه الاسفل. طبعا الحبل غير مقيد، غير ثابت، فهذا اللي بخليه للحبل انه يتحرك باتجاه الاسفل وتنعكس النبضه للاسفل، تنعكس النبضه اللي الى الاسفل. This downward force causes the pulse to invert upon reflection. فهي القوه التي تتجه للاسفل تسبب، تجعل النبضه تنقلب، شايفين، لدى الانعكاس. طيب طبعا بالنهايه الحره الحاله مختلفه. فلما بتجي البلس هاي بتوصل لعند الفري اند، فشو بتشد معه، تمام؟ عم بيرتفع الحبل، شايفين؟ فشو بيرفع معه النهايه. هون بصير عندي طبعا في قوه توتر ضمن الحبل، في قوه توتر ضمن الحبل، شايفين؟ فهالقوه التوتر بترجع بتخليه ينشد للاسفل، فبترجع بتنزل النهاية وبتنعكس النبضة بدون ما يصير عندي هون انقلاب، بدون ما يصير عندي انقلاب. طبعا موجود هون التفسير، ما راح نرجع نقراه حتى ما نطول، شايفين؟ طيب هاي بالنسبة للرفليكشن، هاي بالنسبة للرفليكشن. إذا عندي حالتين، لما يكون عندي fixed end
هاي الحالة الأولى، ولما يكون عندي الفري إند الحالة الثانية، طبعا في الحالة الأولى أنه بصير في عندي انفيرجن انقلاب، الحالة الثانية لا يحدث عندي انقلاب. طيب هاي من ناحية. طيب طيب لو ما كان أنا عندي نهاية بالشكل هذا، لو ما كان عندي نهاية بالشكل هذا، يعني لو كان عندي مثلا أنا لو كان عندي وترين مربوطين في بعضهم، شوفوا هالحالة هاي، هالحالة هاي أو هالحالة هاي، تمام، عندي أنا وترين مربوطين في بعضهم، فهون إيش بده يصير عندي؟ اللي بده يصير هون في هالحالة هاي، in this case أقول لكم part of the energy in the incident pulse is reflected and part undergoes transmission. فجزء من النبضة الواردة ينعكس والجزء الآخر إيش بصير له هون؟ انتقال. undergoes transmission. transmission هو الانتقال، هو الانتقال. إذا كان عندنا reflection هلأ صار عندنا transmission، صار عندنا الانتقال. that is some of the energy passes through the boundary. بالتالي تمر يمر جزء من الطاقة من خلال الحاجز طبعا اللي هو هون بين الوترين، بين الوترين. طيب بالتالي إذا كان في عندي أنا جزء من الطاقة سيمر، نيجي نحكي هون مثلا، إذا هاي الانسيدنت بالس النبضة الواردة، فأجت لهون عندي هاي الإند، طبعا الإند of the first string لهذا السترينج، فجزء من النبضة سيمر، سيمر إلى النبض إلى الطرف الآخر، والجزء الآخر يصير عندي ريفليكشن، بيعاني من ريفليكشن. طيب بالتالي جزء من الطاقة تبعت هاي البلس الأصلية سيمر، والجزء الآخر سوف ينعكس، الجزء الآخر سوف ينعكس. طيب الطاقة تبعت هاي البلس هي ثابتة، بالتالي تنقسم إلى قسمين للبلس هاي اللي بدها تصير في للترانسميتد بلس النبضة المنتقلة، ولا الريفلكتد بلس والنبضة المنعكسة، النبضة المنعكسة. طبعا مجموع الطاقتين الترانسميتد بلس والريفلكتد بلس لازم يساوي الانسيدنت بلس النبضة الواردة. بالتالي بنشوف انه هاي البلس وهاي البلس راح تكون ساعاتهم اقل من هاي، راح تكون ساعاتهم اقل من هاي. ليش؟ لانه انقسمت عندي الطاقة هون، انقسمت عندي الطاقة هون الى قسمين. طيب هون طبعا بنلاحظ بهالحالة هاي بانه البلس عم تنتقل الى شو؟ يعني ممكن نقول from lighter string to thicker string، او من thinner string to thicker string، من وتر يعني من وتر ارفع الى وتر اسخن، الى وتر اسخن، شايفين؟ طيب هون او من وتر يعني من وتر اخف from a heavier to عفوا from a lighter to a heavier string، من وتر اخف الى وتر الى وتر اثقل. هون عندي بالعكس، من وتر اثقل الى وتر اخف، فهون بنشوف انه عندي شو صار عندي انفيرجن، طبعا صار عندي طبعا ريفليكشن وصار في عندي ترانسميشن، ولكن شو بدون انفيرجن، بدون انقلاب، بدون انقلاب. طبعا هون التفسير هو قريب من التفسير اللي حكيناه في حاله الفيكست اند ولا الفري اند. طبعا هون لما يكون عندي الوتر خفيف، الوتر خفيف الى وتر ثقيل، فلما بتجي النبضه لهون طبعا هون الوتر الثقيل عطلته اكبر، عطلته اكبر، بالتالي هون يعني بده يحرك هو للوتر الخفيف، بده يحركه باتجاه الاسفل اكثر من الوتر الخفيف يحركه باتجاه الاعلى، شايفين؟ فبده يرد عليه بقوه، يعني نوعا ما تشبه نوعا ما النهايه المقيده الفيكست اند، بالتالي تنقلب هون عند النبضة، تنقلب هون عند النبضة. أما لما تكون من سخين إلى رفيع فلا يحدث انقلاب، لا يحدث انقلاب. ليش؟ لأن عطلته الحبل السخين بتكون عطلته أكبر، بتكون عطلته أكبر. طيب طيب أنا بقول لكم هون أستاذ، تفضل. أي سؤال؟ أي أستاذ، بهاي الحالة الحبلين مربوطين مع بعض مشدودين ولا حرات؟ طبعا طبعا دائما، شوف هلا عم نحكي دائما نحن على الامواج على وتر، دائما عم نعتبر الوتر مشدود، تمام ولا ما بتشكل عليه؟
الوتر اذا ما في قوه شد عليه ما بتشكل عليه امواج. طبعا من خلال العلاقه علاقه السرعه انه الفي تساوي تحت الجذر تي على ميو، السرعه تساوي قوه التوتر تحت الجذر على الكتله الخطيه. فاذا ما في عندي قوه توتر بالتالي عندي تحت ما يساوي تحت الجذر يساوي صفر، بالتالي عندي سرعه يساوي صفر، بالتالي ما في عندي انتقال للامواج. تمام، بكلام اخر ما في عندي موجه، يعني لان الموجه دائما برفق انتقال. فاذا دائما الوتر، طبعا دائما لما بنحكي على وتر بيكون مشدود، بيكون مشدود. اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب طيب هلا بقي عندنا امر. فاذا هاي النام من وتر الى وتر عم تنتقل، عم بصير عندنا ترانسميشن وعم بصير عندنا ريفليكشن واحيانا بصير عندنا انفيرجن احيانا ما بصير انفيرجن. طيب هي، طيب هذا شيء. الشيء الاخر هلا سؤال، اذا انتقلت النبضه من هون الى الوتر هذا الاخر، هي النبضه يعني الترانسميتد بالس، تمام، هي الترانسميتد بالس، هي النبضه سرعتها هل هي تساوي سرعة الانسيدنت بالس أو سرعة الريفلكتد بالس ولا لا؟ هاتوا جاوبونا لنشوف مين بجاوب. دكتور لازم تساوي، أستاذ لازم ما تكون متساوي لأن كتلة الخيط اختلفت. أيوه اختلفت كتلة الخيط. طيب طيب سؤال آخر، الانسيدنت بالس هاي والريفلكتد بالس هدول هل سرعتهم متساوية ولا لا؟ كمان استاذ ما متساوي لانه صار في ضياع بالطاقه. طيب مين بقول متساويه؟ الاساس هي نفس قوه التوتر ونفس الكتله الخطيه، لازم تكون متساويه. ايوه متساويه، طبعا متساويه، لانه قلنا يا جماعه قلنا لما حكينا عن سرعه الامواج فانها تتعلق بخصائص الوسط فقط، يعني بخصائص الوتر المشدود هون. شايفين خصائص الوتر المشدود لا تتعلق بسعة النبضة ولا تتعلق يعني بطاقة النبضة. شايفين لا تتعلق بالنبضة إنما تتعلق بإيش؟ تتعلق بالوسط، بخصائص الوسط. فسواء كانت سعة النبضة كبيرة ولا كانت صغيرة فبتنتقل بنفس السرعة. شايفين بتنتقل بنفس السرعة. طيب طبعا بنشوف يعني بنشوف هاي الخاصية تقريبا عامة في الأمواج، هاي الخاصية تقريبا عامة في الأمواج. طيب فإذا الانسيدنت بالس والرفليكتد بالس لهما نفس السرعة، أما الانسيدنت بالس والترانسميتد بالس لهما سرعتين مختلفتين. طيب أين منهم أسرع، هاي الترانسميتد بالس ولا الانسيدنت بالس؟ هاتوا أعطونا لنشوف. الانسيدنت اسرع استاذ. ليش؟ طيب لانه الكتله الخطيه اقل. ايوه الكتله الخطيه اقل طبعا. هون عندي هاي العلاقه، شوفوا في يساوي تحت الجذر تي على ميو، الكتله الخطيه اقل. شايفين الكتله الخطيه اقل، بالتالي بتكون اسرع، بتكون الانسيدنت بالس بتكون اسرع. شايفين يعني بشكل عام لما يكون انا عندي الخيط، لما يكون عندي الخيط خفيف الوتر خفيف بيكون عليه سرعه اعلى، تمام، ولما بكون الخيط بكون له وزن مليح بكون ثقيل فبتكون عليه السرعة أقل. نكمل. أنا ما بعرف ليش لو ما بصير عندي عم بنقطع الاتصال. طيب فإذا هو لو رمزنا لهو لسرعة هاي النبضة بالـ VA وسرعة هاي النبضة بالـ VB، يعني النبضة الواردة وهون أو هون طبعا VA وهي VB. طيب فهون عندي شوفوا طبعا لما بصير عندي من أو بنجي بنقرا لكم إياها، بنجي بنقرا لكم إياها ومنترجمة. طيب فأقول لكم هنا according to equation
16.18 يعني هاي العلاقة بي يساوي تحت الجذر في على ميو. The speed of a wave on a string increases as the mass per unit length of the string decreases. فإذن وفقا لهذه العلاقة the speed of wave on string increases سرعة الموجة على الوتر تزداد as the mass per unit length of the string decreases مع تناقص عندما تكون الكتلة الخطية للوتر أقل عندما تتناقص الكتلة الخطية للوتر. In other words عبر لكم هنا بكلمات أخرى يعني بكلام آخر a wave travels more rapidly on a light string than a heavy string يعني تنتقل الموجة على وتر خفيف بشكل أسرع من الوتر الثقيل. If both are under the same tension إذا كان الاثنان تحت نفس قوة التوتر يعني مثل هون الاثنين مربوطين بعض ومشدودين فلهما نفس قوة التوتر. طيب The following general rules apply to reflected waves تنطبق القواعد العامة التالية على الأمواج المنعكسة. When a wave or pulse travels from medium A to medium B عندما تنتقل الموجة أو النبضة من وسط A إلى وسط B and VA is bigger than VB لما يكون VA أكبر من VB that is when B is denser than A لما يكون يعني B كثافته أعلى مثل هاي الحالة الحالة الأولى هذا الوسط A هذا الوتر الأول وهذا الوسط B هذا الوتر الثاني فهذا denser كثافته أعلى يعني كتلة الخطية أكبر طبعا هاي بشكل عام ممكن نقول يعني بشكل عام it is inverted upon reflection فيحدث إيش يحدث عندنا انقلاب يحدث عندنا انقلاب مع الانعكاس مع الانعكاس when a wave or pulse travels from medium A to medium B and VA طبعا أصغر من VB شايفين it is not inverted upon the reflection فهي هي الحالة هي هي الحالة ما بحدث عنا إيش ما بحدث عنا inversion ما بحدث عنا انعكاس وهي الحالة عامة يعني مثلا على سبيل المثال الأمواج الضوئية لما تنتقل من الهواء شايفين إلى الماء فالوسط الأول عندنا هو الهواء والوسط الثاني هو الماء شايفين فبصير عندي انقلاب بنشوفها إن شاء الله بعدين لاحقا بصير عندي انقلاب أما لما ننتقل من الماء إلى الهواء ما بصير عندي انقلاب فإن شاء الله يعني بنشوفها إن شاء الله بالفصول القادمة لما بنحكي عن الضوء إن شاء الله طيب أي سؤال إلى الآن أي سؤال أي سؤال يا جماعة واضح أستاذ طيب ما تمش بفقرة جديدة rate of energy transfer by sinusoidal waves معدل انتقال الطاقة rate of energy transfer شايفين rate معناته معدل energy transfer انتقال الطاقة بكلام آخر rate of energy transfer كمان بنسميه الباور يعني شايفين أو الاستطاعة طيب by sinusoidal waves on strings بواسطة الأمواج السينية على الأوتار بوسط الأمواج السينية على الأوتار طيب شوفوا هذا الشكل إذا كان أنا مسكت خيط وشديته طبعا وعلقت فيه كتلة في مكان ما وعملت نبضة هزيت الخيط للأعلى فلما بتوصل النبضة له لعند الكتلة إيش بدها تعمل في الكتلة بدها ترفع للأعلى مو هيك؟ مو هيك ولا لا؟ ايه استاذ ترفع طيب ايش معناتها اذا رفعتها للأعلى؟ معناتها في عندي طاقة مو هيك؟ هاي البلس معناتها تحتوي على طاقة، هذه الطاقة أدت لرفع هذه الكتلة أدت لرفع هذه الكتلة، فعبالكم لكم هون the pulse lifts the block إذا النبضة ترفع الكتلة ترفع الكتلة increasing the gravitational potential energy مؤدية إلى زيادة الطاقة الكامنة الثقالية of the block earth system طبعا بما أنه زادتها للطاقة الكامنة الثقالية بالتالي أعطتها طاقة بالتالي هي شو قدمت طاقة بالتالي هي تحتوي على طاقة بالتالي هي تحتوي على
طاقة، شايفين؟ طيب فهلا بدنا ندرس هالطاقة، هي نحن بدنا ندرس هالطاقة. طيب بدنا ندرس هاي الطاقة طبعا بالنسبة إلى الأمواج، بالنسبة للأمواج. طيب هلا لو أنا أخذت هون، شوفوا لو أخذت هون هذا الشكل، لو أخذت هذا الشكل، طيب ف بجي أنا وبقسم هذا السترينج عندي لشو؟ بقسمه لعناصر، كل عنصر من العناصر، طبعا عناصر طبعا بالغة في الصغر، فكل عنصر من هذه العناصر بيكون كتلته دي ام، بيكون كتلته دي ام، شايفين؟ طبعا وفي عندي هون موجة بتتحرك، في عندي هون موجة، طبعا في عندي هون هزازة، بالتالي تؤدي شو؟ بتؤدي إلى موجة مستمرة، الموجة عم تستمر. طيب فكل عنصر من عناصر السترينج راح يتحرك للأعلى وللأسفل بحركة اهتزازية، بحركة توافقية بسيطة، سيمبل هارمونيك موشن. بالتالي وشفنا نحن إنه العنصر الذي يتحرك بحركة توافقية بسيطة طبعاً بكله طاقة كامنة وبكله طاقة حركية، بكله طاقة كامنة وبكله طاقة حركية، ومجموع هاتين الطاقتين بيكون هو الطاقة الميكانيكية وبيكون مقدار ثابت. فإذا كل عنصر من العناصر له طاقة حركية وطاقة كامنة. نحن هلا إيش بدنا نعمل حتى ندرس الانرجي اون سترينج؟ فرح ناخذ نجي نقسم السترينج لمجموعه من العناصر، مجموعه من العناصر، وكل عنصر من هذه العناصر ندرس طاقته، رح ندرس طاقته الحركيه وطاقته الكامنه، وبعدين بنكمل، بعدين بنكمل على طول السترينج، فبنحصل على او على طول موجه مثلا، فبنحصل على الطاقه على طول موجه، نحصل على الطاقه ضمن طول موجه. طيب طبعا عندي الطاقه الحركيه هي 1 2 ام في مربع، 1.2 ام في مربع. هذا العنصر عم بتحرك للاعلى والاسفل بسرعه في، طبعا السرعه متغيره، السرعه متغيره ولها علاقه، وجدنا العلاقه هي تبعيتها، عدت معنا، مرت معنا سابقا. طيب فبقولكم هون if we apply this equation to the infinitesimal element، اذا كان طبقنا هي العلاقه على العنصر البالغ الصغر، the kinetic energy dk associated with the up and down motion of this element، بالتالي فإن الطاقة الحركية هون، طبعا تفاضل الطاقة الحركية لأن أخذنا هون عنصر، شايفين؟ فبدنا ناخذ طبعا تفاضل الطاقة الحركية. طيب المرتبطة، شايفين؟ بالحركة للأعلى والأسفل مع هذا العنصر هي إيش؟ هي دي كي يساوي 1.2 دي ام في في مربع واي، في في مربع واي. ليش؟ لأنه العنصر هون عندي أتحرك للأعلى والأسفل فقط. طيب انا في عندي الدي ام، هاي عندي الدي ام هي ميو في دي اكس، حيث الميو هي الكتله الخطيه، لانه ليش؟ الكتله الخطيه تساوي الكتله على الطول، تساوي الكتله على الطول، يعني الميو تساوي دي ام على دي اكس، بالتالي الدي ام تساوي ميو في دي اكس. فاذا بطبقها طبعا بنكون هون ذا ماس دي ام اوف ذا ليميت اوف ذا اوف لينكس دي اكس از ايكوال تو ميو دي اكس. فإذا دي ام هي كتلة عنصر طوله دي اكس. طيب فإذا بصير عندنا العلاقة دي كي يساوي 1.2 ميو في دي اكس بفي واي للتربيع. طيب ولكن أنا عندي علاقة السرعة هي هاي ناقص اي في دبليو في كوساين كي اكس ناقص اوميجا تي، هي كانت عندي علاقة السرعة، طبيعة العنصر اللي بيهتز بحركة توافقية بسيطة، بحركة توافقية بسيطة. لما حكينا عنها لما أخذنا الترانسفيرس سبيد، لما اخذنا الترانسفيرس سبيد فوجدنا هي العلاقه للسرعه. طيب بالتالي صار عندي الدي كي يساوي 1.2 ميو في ناقص اوميجا في اي في كوسان كي اكس ناقص اوميجا تي للتربيع، هي كلها نفسها الفي مربع، هي نفسها الفي مربع طبعا في دي اكس، طالع لنا الدي اكس لبرا، ويساوي 1.2 ميو في اوميجا مربع في اي مربع في كوسان مربع كي اكس ناقص اوميجا تي في دي اكس. طيب هلا انا بدي اجي ادرس في لحظه زمنيه، في لحظه من اللحظات، في لحظه من اللحظات، فبجي بثبت الموجه في لحظه من اللحظات، لتكن هذه اللحظه اعتبرتها ان تي يساوي صفر. فبالكم if we take a snapshot، اذا اخذنا لقطه، شايفين of the waves، يعني لقطه صوره للويف at time t equals zero لما تي يساوي صفر، the kinetic energy of a given element is، بالتالي تكون الطاقه الحركيه لهذا العنصر، تكون الطاقة الحركية لهذا العنصر نقاط العلاقة دي كي يساوي 1.2 ميو في اوميجا مربع في اي مربع في كوساين مربع كي اكس في دي اكس. طبعا هون عندي تي تساوي صفر، بالتالي اوميجا تي تساوي صفر،
بالتالي صار عندي كوساين مربع كي اكس فقط، صار عندي كوساين مربع كي اكس شايفين في دي اكس. طيب فاذا هاي في لحظه زمنيه ثابته، هون انا عم بكامل فقط على الموضع، ثبتت الزمن وعم بكامل فقط على الموضع. طيب بكامل هاي العلاقه، بكامل هاي العلاقه، طبعا عندي ثوابت 1 2 ميو في اوميجا مربع في اي مربع، ثوابت كلها، ضل عندي كوساين مربع كي اكس، كوساين مربع كي اكس هاي راح بكملها بدي اكس. طبعا عندي هون علاقه، انا شوفوا عندي علاقه كنت تجدوها في اخر الكتاب، انه تكامل كوساين